يعطيك العافيه. شلونك؟ الله يسلمك. شو اخباري؟ والله اخباري تحت الخوف وتحت الحاله، تسببت لنا امراض من هالخوف، لا كهرباء لا مي لا خبز. طبعا هون بالرستن يعني شايف وضع تعبان. تعبان جدا يا خيي، الله وكيلك، قاعدين لا شغله ولا عمله، جوعانين جوع، وربطت الخبز بثمن رقفان على 11-12 نفس حقها 100 ليره. شايف كأنه بيتكم مدمر كمان. مدمر يا خيي، الله وكيلك تدمرنا، قاعدين نفسنا تحت الخفان، الله وكيلك. حاله عندنا اطفال، لا حليب لا شيء، لا حفاضات لا مي، الكهرباء صار يومين مقطع علينا المي والكهرباء، الله لا يوفقه، الله يخلصنا منه بجاه محمد. طب هو بصير قصف انت بهالبيت هذا يعني؟ يا خيي والله انزل الذره تحت هالدرج هذا، هل شايفه؟ تحت الدرج الذره انا اولادي، هذيك هذا تحت اولادي، هل شايفهم؟ الله لا يوفقه، الله يخلصنا عنه ان شاء الله باقرب وقت. يعني انا شايف انه في عدد نسبه نازحين على مدينه الرسن، رغم انه الرسن يعني بالقصف. الله وكيلك، انا نازحه، انا من حمص من دير بعلبه، جاي على الرسن ونازحه رغم القصف على مدينه